استنكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، وأكدت القيادة العامة في بيان لها أن التفجير ما هو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا، والذي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقه، مشددة على أن الجيش الليبي لن يتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم كل ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة. كما أدان مجلس النواب الليبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس. واعتبر المجلس في بيان له أن الهجوم نتيجة لانتشار الفكر الإرهابي والتطرف الذي يهدف لنشر الفوضى والخراب والدمار. كما أدانت لجنتا الدفاع والخارجية بمجلس النواب الليبي في بيان مشترك هجوم مفوضية الانتخابات، وأكدتا على سعيهما لحماية مكتسبات الشعب الليبي. وإذ ندين هذا العمل الجبان الذي قامت به ثلة من المجرمين القتلة الذين آلوا على أنفسهم حرمان الشعب الليبي من أبسط حقوقه في الحرية والديمقراطية ومن أدنى مقومات حياته، نعاهدكم أننا في مجلس النواب سنعمل بكل ثقة ويقين كي نحفظ للشعب الليبي العظيم مكتسباته التي حصل عليها بكفاحه وجهده. هذا وطالبت لجنة الدفاع والخارجية بمجلس النواب الليبي السلطات الليبية بكشف المتورطين في هجوم المفوضية وتقديمهم للعدالة. نطلب من السلطات التنفيذية في طرابلس العمل الجاد لكشف وإحضار من وراء هذا العمل المخزي إلى العدالة لإحباط مخططاتهم الدنيئة في خلط الأوراق وإتلاف المحفوظات. حفظ الله ليبيا حرة مستقلة وأعز أبناءها وصان أرضها. هذا وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية، وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على وقوفها مع الشعب الليبي في مواجهة كافة أشكال العنف، مشددة على حرصها الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني. وجددت مصر مطالبة المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لتكثيف منابع تمويل ودعم الإرهاب والتصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى ليبيا.